موهبة استثنائية ومهارات فردية أظهرها خلال مسيرته في الملاعب المصرية، جعلته واحداً من أفضل اللاعبين في مركزه. حازم إمام الذي بدأ مسيرته في مدرسة الفن والهندسة بنادي الزمالك، كان ضمن ناشئي القلعة البيضاء حتى تم تصعيده للفريق الأول مع المدرب السويسري دي كاستال في عام 2009. ورغم صغر سنه وقتها، دفع به المدرب في مباراة القمة أمام الأهلي ليظهر حازم تألقه اللافت بمهارات فردية ساحرة ومراوغات ناجحة أثبت من خلالها موهبته الفذة. لم يقتصر تألق حازم إمام على مهاراته داخل المستطير الأخضر، بل كان قائدا حقيقيا لسنوات طويلة مع الزمالك، وكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات القلعة البيضاء بالبطولات التي حصدها مع الزمالك، وذلك بعد حصوله مع الأبيض على الدور المصري في 4 مناسبات والسوبر المصري مرة واحدة وكأس مصر في 6 مرات، فضلا عن السوبر الإفريقي والكونفدرالية الإفريقية، ليساهم بتألقه ودوره القيادي مع زملائه في حصد البطولات المحلية والقارية. شهدت مسيرة حازم إمام تواجده في الاتحاد السكندري عام 2016 ليواصل تألقه في الملاعب المصرية بظهوره المميز مع زعيم الثغر ويفيد الفريق بخبراته المميزة والمكتسبة بعد خوضه أكثر من 250 مباراة في الدوري المصري، فضلا عن أكثر من 50 مباراة بالمسابقات الإفريقية. ومثلما كان مؤثرا بدوره مع الزمالك خلال مسيرته كلاعب، سيواصل حازم إمام خدمة بيته وناديه السابق بعد الاعتزال، وذلك من خلال تعيينه في قطاع الناشئين بنادي الزمالك لينقل خبراته للموهوبين والناشئين المميزين.